كاتب العام جمعيه مصر. كاتب العام شكرا على التوضيح. اليوم يعني سمعنا بانه كاين واحد المجموعه ديال الخروقات في دفتر التحملات الخاصه بتطهير السائل هنا بني يحلف، والان كتوجدوا حدا واحد كيبان لي شبه الحفره اللي كانت، قول لك تقول تحملنا شنو نوع الخروقات اللي كاينه في هذا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا تشكر محمد الله الزياره ديالها للتسعه عندكي. ثانيا اولا حنا كاربعه الاعضاء الجمعيه وجهنا شكايه لكل من سيد والي جهه الدار البيضاء الكبرى، بحيث هو اللي مصادق على هذاك المشروع. ثانيا رساله السيد عامي صاحب الجلاله على عماله المحمديه، زنات عماله المحمديه، صوب فيها شكايه مستعجله وطلب مقابله. تم مقابله السيد العامل يوم الخميس على الساعه 8 بعد الظهر، وكذلك وضحنا له عدم تطبيق ما جاء في دفتر التحملات الملزم على الشركة تنفذه. الشركة ما نفذتش هذاك الشيء، وعزازيا بصور توضيحية عطيناها عليه في المكتب ديالو. يوم الجمعة أمس أرسل السيد عامي صاحب الجلالة لجنة تضم في كاع مهندسي العمالة وكذلك المجلس الجمعي لبن يخلف، وتترأسها رئيس دائرة زناتة، ليوقفوا بالفعل على الخروقات والتزايجات ديال الشركة. والشركة ما بقات ما عندها ما تقول، والحمد لله هاد التزاوجات وصلت السيد العامل امس، ونتمناو التدخل ديالو باش تعادل هذه الخدمه التعاون. نتمناو من الجهات المختصه والمسؤولين، احنا عانينا من 1984 وحنا تنعانيو، ماشي تنأخر ونجيو نخدموا عمل كما كنت تشوفوا. راه هذه فلوس المبادره الوطنيه وفلوس الساكنه وفلوس المجلس الجماعي، لهذا يجب على الشركه ان تحترم ما جاء بنوض في دفتر التحملات. المياه اللي هي صالحه للشرب يعني كتنساب هنا في الخلاء. اي لا ماشي هاد الماء يامس من 10 ديال اليامس وهو دايز، تيعيطوا لهاد الناس المسؤولين ولا بغاو شي يجيو يشوفوا هاد الماء. وعطوا ليه هما ضربوه بالبولي ديال الطراكس وخلاو داير. انا عيب عيب وحرام هادشي هذا. كنشوفوا هنايا واحد الفوسيك اللي كاين تضرب لعده يعني اكثر من 100 متر، بغينا نعرفوا شحال هاد الاشغال دابا وهي هكا. دابا كما وضحت لكم فيه هاد الشركه لم تلتزم بمقتضيات دفتر التحملات. للاسف اللجنه راه كما قلت وتنعاود نقولها بان اللجنه قالت امس بان هاد الشيء يتسد ويدير لي باريير، لان حمايه الاطفال والنساء والرجال كبار المسن هذه 4 ايام وهو على ما يرام. ما كاينش حواجز. لا ما كاينش حواجز كما في دفتر التحملات. لهذه احنا تنطالبوا من المسؤولين، المسؤول الاول على الاقليم سيد عامل اللي تنحترموه كثير على التدخلات الجديه ديالو، باش يشوف لنا هذه الحاله اللي تنعيشوها حنا هنا. وشكرا. حمزه ما لقينا فين نكبوا الماء، الطواليطات عامرين، حبسوا علينا الزناقي، واش هاد الحالة؟ ما كاينة حالة هاد، عين تكري ربناهم زادوا بحال هكا. وشحال دابا هاد المشكل عندكم دابا شحال تقريبا؟ يا ويلي وراه شي 4 ايام هادي ولا 5 ايام ولا شحال. السكان ما حضرت لعبوا فيها صراحة. ما دام شي دري كان طاح هنايا؟ هذاك الدري طاح اسيدي كوسطا هذيك ما داروش مع كوسطا، تهرس ومشى دار في الدار البيضاء. طاح في الحفرة هذه؟ لا طاح في الحفرة قاتلين عليها، منين طاح في الحفرة مشى عندهم قال لي سد علينا باش نخليه خارج. مشى دار لي. شكون اللي قال هذه الهضرة؟ قال لي شاد مرسي، الشركة اللي داخلة هنا. قال لي سد عليه، شاف شونطي، قال لي سد على ولدك اللي تخليه خارج. ودابا حنا الدراري ولينا سادين عليهم، الولاد ولدي اصفر. دابا هما جابوا شفنا وشحطوا هنا، ماشي حتى معايا. زعما راح لك وراه جيت قلت لها نحضر لك بالفاس رئيس دائره خالد بحال هذيك العريان فيها انت هو تحمل الحجر ها واحد او قدام وانت كل الحي انا خفت ما يوصلوش هذاك الشيء.